الراديو 90 90، هواها مصر. يا مساء الفل، مساء البهجة، مساء كل حاجة حلوة على عيون مستمعين راديو 90 90. أخباركم إيه وعاملين إيه؟ وحشتوني وكده. بقول لكم إيه، تنمية حشرية زي كل يوم ثلاثة. النهاردة الموضوع عالجرح شويتين، بس تعالوا الأول نقول رقم الأسماس 199، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 أو تبعتونا على الفان بيج facebook.com/radio90 90 أو على تويتر هاشتاج اتمسو أو راديو 90 90. علم النفس أثبت حاجة يا جماعة، احنا بنمشي مع علم النفس، احنا اتفقنا. يعني مثلا ايه؟ هقول لك، هيقول لك اتغير. عمرك ما هتتغير، مفيش حد فينا بيعرف يتغير، احنا متفقين من ساعه ما عملنا تنميه حشريه، احنا مش تنميه بشريه. يقول لك اعمل الاحسن وحب الناس وحب الناس انت، انا مش عايز احب حد. بس مثلا ايه، حد مثلا مر بتجربه او مر بازمه او فبيروح ياخد لايف كوتشنج كورس، انه بيبقى لايف كوتش، بيبقى كوتش، خد يا كوتش، انه بيحاول يخليك تعيش حياتك احسن. قال يعني انا مش عارف اعيش حياتي، فانت هتيجي ايه تعلمني ازاي اعيشها؟ لا يا شيخ، لا كنت نفعت بنفسك، يعني خلي النصايح دي لنفسك. فاحنا النهارده بقى يعني هنرجع مرجعنا النهارده علم النفس. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انه في دراسه اثبتت انك لو عايز تشتم حد او متضايق منه او عايز تبعت له كلمتين، مش يعني ما ينفعش تقولهم، يعني تقولهم له مش عشان حاجه، عشان ممكن نخسر بعض جامد قوي او ممكن يرد، فاهم؟ مش عشان احنا خايفين برضو. بيقول لك لو جبت ورقه وكتبت فيها كل الشتايم وبعد كده رميتها هتحس براحه نفسيه. قال لك مين علم النفس عشان نعرفه غلط؟ وده انا كده في حياتي كلها في الحقيقه، ورق ورق، العمر هيضيع في الكتابه والشتيمه اسهل واسرع. يا سلام، وكلهم بقى عاملين لها بقى 17 ريبلايز، يعني 17 رد على الكومنت ان هي اول واحده. برافو يا شمال، لك ابقى في المركز الثاني زي كرواتيا. لا يا بابا. في كمان محمد زيدان، قال لك عذاب عذاب. خالد رشاد، بسلم عليك شوشو، مش هقبل الكلام ده، هتيجي. في كمان بادي راقي، وهتكتبي ها، خلصنا. في كمان محمد رجب، بسلم عليك ندى عبد الكريم، تقولك انا فاكره ان ده علاج الخوف، اول مره اعرف بموضوع كتابه الشتايم ده. بس ايه يا ورقه؟ يعني ايه يا رواقه؟ يا رواقه يعني يا روقانه يعني، بس بالسعودي ماشي. اللي بيكتب الشتايم بورقه، انا نوسه لا، اتعبي شويه، اتعبي عشان تبقي اول كومنت. الناس اللي بتصحى من بدري دي وتبدا التنظيف من بدري، انت ما بتجيش ليه؟ اول ما ينزلوا بوست روحي لحق على طول. في كمان اسامه، قال لك لا مش كده خلاص والله. يا عماد بسلم عليك، ورحمه بسلم عليكي، محمد شعبان، ومحمد زيدان تاني. مي بتقول لك راحه نفسيه ولا راحه ملوخيه؟ معقول ده هزار؟ لا، ومسحي نمرتي كمان، ما تكلمناش تاني خالص. محمد ناصر بسلم عليك، قال لك الضرب يا جماعه، مستمعيني شبهي. نوال بتقول لك كتابه على الورق فضفضه جميله، تكتبي اللي انت عايزاه وانت متاكده ان سيرك في بير. طب فدي الورق، انا هحكي لكم انا عملت ايه بعدين في اخر 5 دقايق. هبه بسلم عليكي يا هبه. مين تاني؟ معنا عارف اللي هو معنا اسمها ايه، معنا اذن بالتفتيش، ممكن توريني الاذن لو سمحت؟ عمرو عبد الله بسلم عليك. مين تاني؟ سعد عثمان وهبه عثمان بسلم عليكي، وتريكه، واحمد عادل الشامي، ثلاثي. في كمان مين تاني؟ عبير، ازيك يا عبير، مش عايزين ننسى حد. وسعد واحمد سمير وندى تاني واحمد سيد. بس ندى بتقولي صاحبه ماما كتومه وتقيله، كاتباها على الهاشتاج كمان، وهنا تقيله وعمرها ما اتخانقت مع حد بحياتها، ومره باظ موبايلها، خرب موبايلها، واديته لولد اختها، لابن اختها عشان يصلحه، وعمل استرجاع لكل حاجه كانت عليه، يعني هو بيرجع تاني الميموري وكل حاجه. فمن ضمنها كان في النوتس اللي هي شالتها، النوتس اللي هي ملاحظات او حاجات بتكتبها على الموبايل، كلها شتايم وعتب لاشخاص من ضمنهم اهلها. بعتها للجروب اللي فيه خالاته واهلها وفضحها، مسكينه. ما تكتبوهاش على الموبايل، يعني انا على كده لو موبايلي اتسرق انا هضيع. ها يقول لك على الورق، بنكتب على الورق مش عارف ايه. انا كنت بكتب مذكراتي زمان والله، كنت اقعد بقى اغلط بقى في مامي وبابي، وانا مش عايزه العيله دي، وانا انا اصلا ما يعني ما حبيتش اهلي وخدت عليهم قوي. بابي كنت بحبه وانا صغيره، بعد كده لما كبرت بقيت عادي مش فارق مع حاجه، يعني بحبه عادي يعني. ومامي ما كنتش بحبها خالص لحد ثانويه عامه، يعني ما كناش صحاب تماما، فاهم؟ كانوا صحابي اغلى، لحد بقى ما جه بقى هدر الثانويه عامه بقى، اللي هو بدانا بقى البنات كلها بتهبل مع بعض في السن ده عشان ما نذاكرش وبتاع ونخرج وتضايقني ومش عارف ايه، واصل مش عارفه مين معجب بسالي فهي تغير، والجو البلدي بتاع البنات ده. فبدات ان انا بقى اصاحب امي بقى، وغلطت عشان لما اروح اتضرب. بس لكن انا شايفه ان فعلا الورق بيريح، يعني بكلمكم وانا بلبس الصيغه الحقيقه اللي شايفينها من الاونلاين ستريم. فانا شايفه انه فعلا الورق بيريح لما تكتب في ورقه وكل حاجه. انا بعمل نوتس، بس في مشكله بقى انا بعملها اوحش بكتير، انه ممكن اكتب في ورقه سبب الخناقه وانت قلت لي ايه في الخناقه، وافضل فاكراه طول عمري، وده بيشيلني من الناس. يعني لو حد انا مش عايزه ارجع اتكلم معاه تاني بعمل كده، مش عايزه افتكرك تاني، ف
فبكتب انت عملت 1 2 3 4 كل ما قلبي يحن اقوى، كل ما قلبي يحن اقوى. ممكن يكون ده مش صح، انا بطلت اعملها فعشان كده ما بقتش اخسر ناس كتير يعني زي الاول، بس خلاص.